معكم أسيا خربوش، 23 سنة، مدينة الدار البيضاء. عندي الإجازة في السياحة، وعندي أن ديبلوم أجون دو فواياج، وعندي ديبلوم أوتيس دولار، وحاصلة على لقب ملك جمال قفطان 2018. قبل ما نشارك في المسابقة كنت في الأكاديمية ديال الموضة، والأطر ديال الأكاديمية هما اللي نصحوني باش نشارك، اقترحوا عليا باش نشارك في المسابقة ديال ملك جمال قفطان. شاركت، ومع العلم أنه كانوا مشاركين مجموعة من الجنسيات، والحمد لله وقع الاختيار عليا وكنت أنا ملك جمال قفطان 2018. كيتعرضوا عليا دابا حاليا عروض ديال السينما، وكذلك عروض ديال مسابقات الجمال. فعلا حاليا معرض عليا دور في فيلم قصير اللي غادي تصور في مدينه القنيطره، ولكن الدور جريء شي شويه، ديال واحد البنت مراهقه، وخصني نتعرى وخصني دونك هو فعلا جريء جدا. داكشي علاش انا باقا مترضه، ما يمكنش ليا ندير دور جريء وانا ميس كافطان، دونك انا كنلبس القفطان اللي هو لباس محتشم، فخصني نفكر ونعاود نفكر، حيت اصلا الناس ما غاديش تقبل هذا الدور. حاليا كنشوف واحد الصيحه راقيه ديال القفطان. القفطان ولا كيتسوق في عروض دوليه، ولا كنشوفوا مهرجانات عالميه ديال القفطان. تبارك الله وصلنا عبي المصممين المغاربه رقاو به، ولا كنشوفوا كذلك مصممات اجنبيات كياخذوا التصاميم ديالهم من القفطان المغربي. دونك شي حاجه زوينه اللي كنتي كتشوفي المراه ديال العالم كامل كتلبس القفطان، وما نساوش كذلك القفطان الرجالي. دونك شي حاجه زوينه القفطان اللي كتعرف بعدا بالثقافة ديال بلادنا، أول شيء في العالم. ما كاين حتى شي ستيليست ولا مصمم أو مصممة ديال القفطان اللي نزلت به. هي الانتقادات كاينة، ومادام أن كاين انتقادات إلا وأنت غادا في الطريق الصحيح. هي فعلا كتكون انتقادات قاسية بعد الشيء، ولكن كتشوفي راسي انا ما كندير حتى شي حاجه خايبه، ما عندي حتى ما كنلبس القفطان اللي هو محتشم، ما كنلبس حتى شي حاجه خايبه. دونك كاين بعض الناس اللي معترضين يمكن على الشكل ديالي، او كيشوفوا انني ما كنستاهلش اللقب، هذيك حريه شخصيه. انا ما يمكنش غنعجب الناس كاملين، اللي للاسف ولا كنشوفوا الفاظ ذو المستوى، فنحاولوا نغيروا. يحاول الناقد بعدا يغير من راسو، الا بغيتي ناخذ النقد ديالك خصك تنقدني النقد بناء ونقي، وشي حاجه اللي ما غتاثرش عليا سلبيا، بالعكس ايجابيا. كيجيهم مثلا في الحوار ديالي الاخر نزههم انا متكبره، دونك كيفاش غتحكمي عليا بالتكبر وانت ما معاشرانيش؟ انا فاش هضرت في الحوار ديالي هضرت على شنو هي الميزه اللي خلاتني ربحت في المسابقه، فدويت على ان المشاركات اللي كانوا معايا كنت انا اللي قاريه فيهم. انا قلت قاريه فيهم بزاف، انا اللي قاريه بالنسبه اللي كانوا معايا، حيت اللي كانوا معايا كلهم كانوا عندهم شهادات قل مني، وعندي لي ديبلوم، الا بغوني حط لي ديبلوم ما عندي حتى شي مشكل. بس دابا ولينا كنشوفوا للاسف ولا كيتقام على الفضائح، ولا خص شي حد باش يدير البوز خصو ضروري فضيحه، ولا خصو يعاير، ولا خصو ما عرفتش علاش. شي حاجه شويه اللي كدير في الخاطر، كنلقاهم جايبين صور ديال الفنانات ولا شي حاجه في لي فوكونت ديال الانستغرام، حشومه. وكنتمنى من هادشي ما يبقاش البوز على والو خايب. قبل ما نقول الدين ديالي، حتى التقاليد ديالنا المغربيه ما كتسمحش ان بنت مغربيه غادي تطلع في مسابقه وغادي تبان بلباس بحال هكاك والناس كامله غادي تشوفها. كنشكر قناه الدار، شكرا بزاف على حسن الضيافه، كنتمنى من الناس دعمني انا، يلاه بديت ومحتاجه فعلا الدعم ديالكم، وشكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.